هذه الاشواط شوطنا الثامن للقعدان الثنائي المهجنات الاصايل. نذهب مباشره الى مقدمه الشوط، رحله الاشواط الخمسه كيلو متر، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. مقدمه الشوط مباشره الصداوي عبد الله بن مبارك بن علي الشامسي من يقدم لنا الصداوي. انتقل الى منحاش من يحتل المركز الثاني وغير مع الصداره، تعود الملكيه سيف بن راشد بن محمد بن ملاح المنصوري من يقدم لنا منحاش. ثالث المراكز الذيب، خلف بن راشد النايل الشامسي يقدم الذيب مع المرتبه الثالثه. رابع المراكز من ينطلق شاهين، سعيد بن سالم بن حمد العويسي منطلقا مع المركز الرابع. خامس المراكز من ياتي الطي، خليفة بن عيد بن محمد المزروعي يتقدم ويقدم لنا الطي. المركز السادس الوصول والقدوم هناك اللي هو موادع، راشد بن سليمان بن ناصر الشامسي من يقدم هذا الاسم. نقلة مباشرة لسابع المراكز من ياتي سياف حمد بن علي بن حسين النعيمي محتل مع المركز السابع. نشوف اللي في المركز الثامن ينطلق مباشرة مع ثامن المراكز في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، من يتقدم بهذا التقدم الممتاز هناك من يتواجد في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام؟ ضاري خالد بن سعيد بن بروك الحميري من يقدم لنا ضاري. عاشري المراكز ينطلق مباشرة سياف كردوس بن محمد بن سالم العامري. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة والنداء الأول للعشر الأوائل المنطلقة. نعود ولا نعود إلى البداية؟ لا نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. من يسيطر مع مقدمة الشوط ويحتل المقدمة والصدارة بهذا التقدم منحاش سيف بن راشد بن محمد بن ملاح المنصوري في مقدمة الشوط مع المركز الأول. ينطلق منذ انطلاق الشوط في المقدمة والبداية الصداوي عبد الله بن مبارك بن عيه الشامسي مع المركز الثاني، محتل مع المركز الثالث الذيب. خلف بن راشد النايل الشامسي يقدم هذا الاسم، ياتي مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع موادع، راشد بن سليمان بن ناصر الشامسي محتل مع المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس سياف حمد بن علي بن حسين النعيمي ينطلق مباشرة ويأتي بهذا التقدم. المركز السادس من يأتي شاهين في هذه اللحظات، سعيد بن سالم بن حمد العويسي يقدم لنا شاهين محتلا مع المركز السادس في هذه اللحظات. سابع المراكز اللي في المركز السابع ينطلق الطي، خليفة بن عيد بن محمد المزروعي يقدم لنا الطي. أما اللي في المركز الثامن من يأتي مباشرة شاهين، سهيل بن عويض بن سهيل الخيلي وأول ذا علي شاهين. تاسع المراكز هناك ضاري خالد بن سعيد بن بروك الحميري. أما اللي في المركز العاشر سياف كردوس بن محمد بن سالم العامري. هكذا النتيجة، هكذا النداء الثاني. نعود ولا نعود إلى المقدمة؟ لا نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. يا سلام اللي في المقدمة والصدارة. مقدمة الشوط مباشرة منحاش، منحاش هو منحاش على الصدارة، منحاش مع المركز الأول. تعود ملكية السيف بن راشد بن محمد بن ملاح المنصوري منذ انطلاق الشوط، ومنحاش مسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول بتقدم ممتاز. المركز الثاني اللي في المركز الثاني ينطلق مباشرة الصداوي عبد الله بن مبارك بن عي الشامسي محتلا مع المركز الثاني. المركز الثالث ياتينا سياف حمد بن علي بن حسين النعيمي ينطلق مباشرة بهذا التقدم وبهذا المسار محتلا مع المركز الثالث. رابع المراكز الذيب، خليفة خلف بن راشد بن نايل الشامسي من يقدم لنا الذيب خلف بهذا التقدم وبهذا المسار. المركز الخامس الواصل والمنطلق مشاهدينا الكرام ياتي اللي هو موادع، راشد بن سليمان بن ناصر الشامسي، ولكن شاهين سهيل بن عويضه بن سهيل الخيلي غير وتقدم واحتل المركز الرابع. هكذا الاسماء القادم، شاهين سعيد بن سالم بن حمد العويسي يقدم هذا الاسم.
القاسم، وهناك أيضا مجاهدين الكرام من ياتي اللي هو ينطلق الطي خليفة بن عيد بن محمد المزروعي والقدوم. يا سلام شعارك يا بن بروك الحميري، من يقدم لنا ضاري خالد بن سعيد بن بروك الحميري، هكذا الأسماء. بن كردوس العامري بدأ يتقدم ويقدم لنا سياف كردوس بن محمد بن سالم العامري، ولكن لنا عوده مع الصدارة، لنا عوده مع البداية، لنا عوده مع المركز الأول من المسيطر من المنطلق منذ انطلاق الشوط، ولكن في المقدمة والصدارة اللي غير الذيب، ولكن ما في تغيير إخوان. هناك باعد المسافة، باعد المسافة مع الصدارة ومع المقدمة منذ انطلاق الشوط، ومن حاش مع المقدمة، من حاش مع المركز الأول على الصدارة الأولى منذ انطلاق الشوط، ومن حاش يسيطر ويقدمه لنا أبو راشد سيف بن راشد بن محمد بن ملاح المنصوري مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني ينطلق مباشرة الصداوي عبد الله بن مبارك بن عيه الشامسي يقدم هذا الاسم. المركز الثالث هناك مشاهدينا الكرام القادم الذيب، يا سلام أسامي تتقدم، ولكن من حاش هو هنا، ولكن اللي وصل عجيب خليفة بن سيف بن كاسب المسافري يوصلوا. عجيب في أداه، عجيب بهذه العروض خليفة بن سيف بن كاسب المسافري، ما يبنى له طاري إلا في هذه اللحظات. بدأ يغادر الجميع، ينطلق لناموس هذا الشوط خليفة بن سيف بن كاسب المسافري مع الناموس ومع الفوز. وسلام المسافري، سلام ميدان السوان، ميدان السوان بإمارة راس الخيمة أهداهم هنا هذا الفوز والانتصار. خليفة بن سيف بن كاسب المسافري لحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. سلام عجيب، سلام هنا خليفة بن سيف بن كاسب المسافري من يظفر بناموس هذا الشوط. ضاري خالد بن سعيد بن بروك الحميري مع المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز الصداوي عبد الله بن مبارك بن عي الشامسي، والمركز الرابع اتى مشاهدينا الكرام من حاج سيف بن راشد بن محمد بن ملاح المنصوري، والمركز الخامس، خامس المراكز شاهين سهيل بن عويض بن سهيل الخيلي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، هناك تهانينا والناموس والتوقيت الزمني أثناء وصول عجيب خليفة بن سهيل بن كاسب المسافري، قاطع المسافة في زمن وقدره 7 دقائق 58 ثانية 8 من الأجزاء. تهانينا والناموس لخليفة بن سيف بن كاسب المسافري. المركز الثاني، من وصل مع المركز الثاني ثمان دقائق بدون ثواني 7 من الأجزاء، من احتل مع المركز الثاني الصداوي عبد الله بن مبارك بن عي الشامسي. المركز الثالث 8 دقائق، المركز الثاني من وصل اللي هو هناك مشاهدينا الكرام الصداوي لخالد بن سعيد بن بروك الحميري. المركز الثالث، المركز الثالث الصداوي عبد الله بن مبارك بن عي الشامسي، قطع المسافه 8 دقائق 4 ثواني و8 من الأجزاء. هكذا النتيجه، تهانينا والناموس.